الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واصلي واسلم صلاه وتسليما يلقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين سيدنا محمد، الرحمه المهداه والنعمه المسداه. بعث الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فشرح الله بالصدور وانار بالعقول، وفتح بقلوب غلفا واعين عميا واذار صما. تركنا عن البحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، إن الأخلاق التي دعا إليها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، خاصة ونحن في هذا الشهر الكريم العظيم نتمرن عليها. والأخلاق أيها الأحبة ليست تقاليد ولا أعراف فرضها الواقع، وإنما هي كذلك في روحها قربى وزلفى وعبادة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. حينما يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: والصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذه من أسرار مدرسة الصيام أيها الإخوة. فجاء الإسلام ليبني الإنسان ظاهرا وباطنا، وما كانت الأخلاق إلا روح شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وما بعث الله سبحانه وتعالى واختار الأنبياء والرسل لدعوة العالمين لدينه، وأن يجعلهم واقعين عن دينه في عرضه، إلا لما امتازوا كذلك بالأخلاق. لم يقل رب العالمين سبحانه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فقدم الله عز وجل الصديقية على النبوة. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وجعل روح بعثتهم ورسالتهم كما قال سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لا معنى لعلمك، لا معنى لوجودك، لا معنى لانتمائك إن لم تتوج بتاج الأخلاق، وأن يكون الإنسان في مظهره وفي مخبره مدعاة خير. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرير عن الحرام، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل من يوم صومك ويوم فطرك سواء. لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. والأخلاق أيها الأحبة ما دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وفرحت لها الصدور والقلوب، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم شامة على مدى التاريخ، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ما كسب القلوب ونواص العباد إلا بشمائله الطاهرة وبأخلاقه الطيبة. والحق ما شهدت به الأعداء. هرقل ملك الروم يسأل أبا سفيان عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام: هل يكذب؟ قال: ما جربنا عليه كذبا. فلذلك حذر
أزمة أخلاق، فحينما لا يعد الجار على جاره، ولا يعمل موائقه، عندما لا يعمل من شروره، عندما يخدم العقل المسلم مع المسلم، والجنب إلى الجنب، والكتف إلى الكتف، في أطهر بقعة، وأدرك مكان، وأخشع مكان حينما يتذلل العبد إلى خالقه، وتجد القلوب في منع عن ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. جعلني الله وإياكم من الفائزين الآمنين، وجنبني وإياكم موالد الظالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأماجد، ما أكثر القراء فينا، وما أكثر من يفتح كلام رب العالمين في هذا الشهر الكريم، يقبلون على كلام رب العالمين تلاوة واستماعا وإنصاتا. ماذا لو ترجم أحد منا جزءا يسيرا مما يقرأ في كلام الله عز وجل إلى واقع عملي؟ جاء الصحابي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسأل عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله عنها: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه كان القرآن يمشي. لا ترى نجعلني أن أسمع منك، بل أجعلني أراك القرآن يمشي على الأرض. وإذا تكلمت تكلمت بإنصات، وإذا عاملت عاملت بصدق. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هل يكون يا رسول الله المؤمن هل يكون بخيلا؟ قال: قد يكون بخيلا. يا رسول الله، هل يكون المؤمن جبانا؟ قال: قد يكون المؤمن جبانا. لكن لما سئل: يا رسول الله، هل يكون المؤمن كذابا؟ قال: لا يكون المؤمن كذابا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم مقاما متخلقا بأخلاق الإسلام، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من يحدو حدو النبي صلى الله عليه وسلم، من يجالس يوم القيامة ليس العمار ولا الحجاج ولا الحفاظ ولا القراء ولا الصائمون ولا المصلون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وما يرى يوم القيامة أثقل في ميزان المرء يوم القيامة، لا كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام. اشهدوا أيها الإخوة واسمعوا وانصتوا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المسلم يوم القيامة من حسن الخلق. ما من أثقل من شيء أثقل في ميزان العبد حين يسعى عن درجة أو عن حسنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فلا ينفعك يوم القيامة إلا حسنة الخلق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن خلق المسلم: لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. إن الأخلاق أيها الأحباب، إن الأخلاق التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما طنطنة الكلام والفضفضة، وهنالك ما يسمى بالشعارات الفارغة التي لا تجعل منك شيئا لولا حسن الخلق. نسأل الله عز وجل ونحن في هذا الشهر الكريم أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عن السيئة إلا هو. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. نسألك اللهم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة وملكا عظيما، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.